السرعه تبقى اعلى شويه. الحمد لله سرعته كويسه طبعا عشان لسه نازل جديد، وطبعا الاوبشن فيه كويس. يعني مثلا في عندك 33 مقعد فيه، وطبعا المكان واسع بالنسبه لاي حد يركب، يعني اللي يركب مش هيبقى مزنوق. لان كميه الغاز بتبقى اقل منها في السعر بالنسبه للجاز، وطبعا الاستهلاك للغاز بيبقى اقل طبعا. انت بتخش تقعد في العربيه جوه، العربيه واسعه من جوه ما بتحسش بيها بالخنقه او بالزحمه حتى لو الجو حر. تاني حاجه الضوضاء، بالنسبه للضوضاء بتبقى قاعد جوه العربيه نفسها ما فيهاش صوت، صوت الموتور بتاعها قليل جدا عن العربيات التانيه اللي هي شغاله بالجاز. غير كده بالنسبه للمطبات بتاعتها الموجود فيها نظام زي بيسموه ايرب، النظام دوت بيخلي السواق حتى لو خد المطب الايرب هي اللي بتتلقى الصدمه مش العربيه نفسها. الاتوبيس بسم الله ما شاء الله مفيش اعطال ليه، وطبعا بتوع الصيانه بتوع المركز مان او شركه مان اللي مصدره الاتوبيسات بتبعت ناس عندنا وعندهم هنا في المحطه لو في اي حاجه بتلحقها بسرعه بتمشي العربيه. بالنسبه للشركه المصنعه قافله السرعه المقرره للعربيه اللي هي 120 مخليها لغايه 80 كيلو او 75 كيلو، بس برضك السائق لو حاول ان هو يزود السرعه من نفسه في جهاز في السياره اللي في العربيات الجديده ديت، دي كان حسب تعليمات سياده اللواء رزق ان الجهاز ده يبقى موجود، ان السائق لو حاول ان هو يزود السرعه تلقائي في العربيه نفسها ان هو الجهاز ده بيقلل السرعه وبيسجل عنده ان السواق في وقت من الوقت كذا حاول ان هو يزود السرعه. المطبات طبعا نظام فيه نظام ايرب بتاع هواء في الصدمات، فبتاخد الصدمه بتبقى قليله فيه، يعني السوست بتبقى ناشفه، بتاخد المطب بتبقى ناشفه فيه. له مميزات كتير حضرتك، في انخفاض في البتاع لو واحد كبير في السن بتاع ممكن توطي له الاتوبيس تعليه، انت ازاي؟ وبالنسبه ان هو النقاط يعني بايه اي واحد كبير في السن. طبعا في بوجيهات عشان خاطر طبعا الغاز تمام عشان الشراره والكلام ده كله، فهي دي بس الحته اللي بين الغاز والجاز. البوجيهات طبعا بتتغير كل كيلومتر معين، وطبعا كل كيلومتر عدد كيلومتر معين بيتغير لها الصيانه بتاعتها بتاعت الكيلومتر المقطوع، وطبعا الناس بتوع الصيانه ومهندسين الصيانه بتوع الشركه ملازمنا في قلب الهيئه والضمان لمده 5 سنين. هو افضل من الاتوبيس الثاني، لان هو جاز بيعمل عادم وبتاع، دي انضف منه واشياء. هو الغاز حلو صديق البيئه ومفيش عادم مفيش الكلام من ده غير الاتوبيسات الثانيه، يعني انا شايف في تطور في الهيئه احسن من الاول. يعني راي الناس حاليا من ساعه الاتوبيس ما اشتغل الناس بتشكر فيه وبتقول لك هو مريح عن الاتوبيس الثاني. الركاب بييجوا يستنوها حتى العربيه لو مش موجوده بييجوا يستنوها، يقول لك احنا عايزين العربيه الغاز. امبارح والنهارده استنونا عشان يركبوا معانا في الجديد.